القتل ناجم عن عدة طعنات بالسكين. الأدلة الجنائية رفعوا البصمات. هلأ أسباب القتل أنا بعتقد أنه لها علاقة بالسرقة، بس ما لقينا أي أثر لكسر الخارج. قولي أنا قاضي. ماشي أستاذ مالك، شكرا. وقفوا لي على الباب الخارجي ولا تخلوا حدا يفوت. حاضر حاضر سيدي. الله يرحمه. تعيش. تسمحي لي بس اسالك كم سؤال؟ ما رح اتعبك، انا مقدر ظرفك، بس حابب اعرف كيف اكتشفتي الجريمه. من الصبح وانا عم حاول اتصل فيها، عم جرب دق على البيت والموبايل ما عم ترد علي، وهي مانا بالعادة. الله وكيلك مانا بالعادة، حتى لما بتكون مشغولة كتير كنت اتصل فيها أحياناً على الموبايل تكون بالتصوير تقفل قلبي، كانت تفصلني وترجع ترن لي رنة. هي كانت إشارة بيني وبينها أنه أنا منيحة، بس أنا هلأ مشغولة، بعد شوي برجع بتصل فيكي. كنت أطمن بس لا على البيت ولا على الموبايل، ما كانت ترد أعمل كتير انشغل بالي، خاصة انه هي قالت لي انه هي هذا الاسبوع كله ما عندها تصوير وهي الاشياء، يعني انه بالبيت ما عندها شيء. لما صرت اتصل وما كانت تقدر انشغل بالي كثير، قررت اروح لعندها مشان اطمن. تشربي مي؟ ماني قدراني ابلع شيء، ماني قدراني ابلع شيء. طيب تقدري تكملي؟ حاضر. حملت حالي وجيت لعندها، قلبي كان ناقصني، كان قلبي عامضني كتير. وصلت ودقيت الباب ما حدا فتح، وهي من لما اشتريت هذا البيت تركت معي مفتاح نسخة، بس أنا إنه بركي احتاجت شيء أو هيك. هي أول مرة كنت إنه احتجته، يعني حطيت المفتاح بالباب وفتحت وفت شوي شوي. كان رضا ناطور البناية كان واقف على باب الأسانسير مرعوبة، فتو أنا مرعوبة صرت نادينا يا رامة يا رامة. أنا خلصت أسئلتي، بس احتمال أرجع أحتاجك وأسألك مرة ثانية. يا مضر هات لي الناطور. اقعدوا هون لشوف. شو اسمك؟ رضا سيدي. إيه يا رضا، هات لي نشوف. تعرفها منيح للمغدورة راما؟ نعم سيدي، ما كان في أكرم منها ولا أطيب منها، الله يرحمها يا سيدي. تعيش. إمتى آخر مرة شفتها؟ الصبح جبت لها قنية حليب. طيب كنت تشوف ناس جايين لعندها؟ أحياناً. إيه سيدي. اليوم حدا أجا زارها قبل ما تجي المدام؟ أجا جوز المدام ليلى، أستاذ مصطفى. قديش قاعد عندها؟ والله ما بعرف، احيانا بيبعتوني الجيران يجيبلن اغراض او بيحتاجوا لشي شغله يصلح لهم اياها هيك يعني. شفت حدا غير زوجها للمدام اجى لهون؟ لا. طيب فيك تحدد لي اي ساعه اجى زوجها؟ والله ما بعرف، يعني بال11 12 ما بتذكر، ما انتبهت سيدي.
حضرتك بتعرفي انه زوجك كان هون؟ لا. شكرا رضا، يعطيك العافيه، الله معك. هاي امر نيابي بتفتيش بيت مصطفى والقبض عليه، تحركوا فورا. حاضر سيدي. شو قصتهم هدول المصاري؟ هدول المصاري عنا؟ شوفت عينك يا مدام. شو قصتهم هدول المصاري مصطفى؟ هدول للمرحومة أمانة. أمانة ومرتك ما معها خبرهم؟ عطتني إياهم واتفقنا انه هذا الشيء ضل سر بيناتنا. سر؟ سر علي انا؟ وروحتك على بيت اختي كمان كانت سر؟ ليلى انا ليك انت شو؟ انت شو؟ انت كمان اكلك الطمع، ولك انت كمان طلعت مثل عماد يا مصطفى. ليلى انا ماني مثل اخوك عماد، وانتبهي لحكيك. جعل الله. على شو بدي انتبه؟ طلعت مثله، طلعت طينه، وبعدين انت وياه روح. لو سمحتي يا مدام هدي شوي. خذوه. مدام نحن رح نتحفظ على المصاري حاليا على ذمة التحقيق. العمر إليك. أنا مصاري ولك عم يعزوني فيك يا راما يا خيتي قتلوكي. الله لا يوفقكم صبية ولك مثل الوردة. الله لا يوفقكم. يا سيدي وحدة مثل هيك ما بصير تقعد لحالها، ما كانت تفهم علي وشوف كيف صار. هي ما اشتكت لكم عن حدا عم بيحوم حواليها او عم يضايقها؟ لا ابدا. امتى اخر مرة شفتها؟ من يومين اجت زارتنا وراحت. شو اخر شيء حكيتوه بالقعدة؟ عن شغلها، حكت شو جايها مسلسلات، ويعني مثل ما بيحكوا الاخوه مع بعض، سلام وكلام بس. وانت امتى اخر مره زرتها ببيتها؟ والله ما بتذكر، من حوالي اسبوعين رحت انا ومرتي لعندها وشقينا عليها. ماشي فيك تروح، بس بتمنى انه وين ما تتحرك تترك خبر بالبيت، لأنه ممكن نحتاجك بأي لحظة. بأمركم سيدي. يعني رح يبين معكم المجرم؟ إن شاء الله، بس أنتوا كمان لازم تساعدونا في حال شكيتوا بحدا أو تذكرتوا شيء. أمركم سيدي، الله يعطيكم العافية. مساعد جميل. حاضر سيدي. خلي الأخ يستريح برا ودخل زوجته. سيدي ضروري تحكوا معها، هي حكيتوا معي وسألتوني عن اللي بدكم اياه. بعتقد هذا شغلنا مو شغلك. تيسر. شرف يا اخي، سيدي ركبي عم يقصف وقصف، مالي قدراني اسند طولي، الخبر كان علينا مثل الصاعقة. استريح تفضل. كتر خيرك. سيدي لازم تكمشون، لازم تكمشون هدول المجرمين. والله ما كان في منها، كثير كانت طيبة وإيدها هيك.
الله يجازيهم اولاد الحرام. ممكن تجاوبي على الاسئله اللي بدي اسالك اياها وبس؟ حاضر سيدي.